السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. معكم أستاذ عماد صلاح. اليوم هنتكلم عن موضوع التوزيعات ذات الحدين. المقصود بمصطلح ذات الحدين هو أن أي موقف احتمالي هيكون له نتيجتين فقط، هما احتمال النجاح واحتمال الفشل. هذا المقصود بمصطلح ذات الحدين. اي موقف احتمالي عشان نطلق عليه هل هو توزيع ذات حدين ام لا، لازم يحقق عندنا 3 نقاط اساسيين. النقطة الاولى ان يكون هناك عدد n من المحاولات المستقلة، يعني يوجد عدد من المحاولات، نسمي عدد n من المحاولات المستقلة، يبقى عدد المحاولات هنسميه n، وتكون هذه المحاولات مستقلة. يعني ايه مستقلة؟ يعني كل محاولة مستقلة بذاتها عن المحاولة الثانية. كأن مثلا لما اجي اسأل مجموعة من الطلاب، اسأل كل طالب لحاله ولا اسأل الطلاب كلهم بشكل جماعي. كل محاولة يعني كل سؤال انا بسأل الطالب الحين سؤال عن شيء معين، ما عنديش الا اجابتين اثنين فقط، اما الاجابة يا نعم او لا، او حدوث الشيء هذا او عدم حدوثه، اللي هو احتمال يا اما النجاح الاس او الفشل اف. احتمال النجاح في هذه الحالة هيسمى بي، هنرمز له بي، واحتمال الفشل هيسمى كيو. طيب ما هي العلاقة بين البي والكيو؟ الكيو تساوي 1 ناقص بي. الكيو تساوي 1 ناقص بي، أي أن البي والكيو معا مجموعهم يساوي 1 صحيح، أو مجموعهم يساوي 100%. إذن البي زائد الكيو هيكون مجموعهم 1. طيب في السؤال الإكس هيكون هو المتغير العشوائي اللي إحنا بنسأل عنه في السؤال. يعني لو بيقول لي مثلا عندي 5 طلاب، فالإكس هو يبقى عدد الطلاب. الإكس هنا تكون بواحد باتنين بتلاتة حسب المطلوب في كل سؤال. طيب لو حبينا نلخص ذات الحدين، هنجد إن ذات الحدين أو توزيع ذات الحدين يجب أن يحقق 3 أشياء مهمة. أولا إن عدد محاولات مستقلة، ثانيا احتمال النجاح وهو يسمى بي، ثالثا احتمال الفشل وهو الكيو ولكن هو يساوي 1 ناقص بي، أي أن الكيو إيه علاقته بالبي؟ أن الكيو 1 ناقص البي. فمثلا يعني إذا كانت البي بوينت مثلا 3، فيكون الكيو اللي هو احتمال الفشل بوينت 7، مجموعهم 1 صحيح أو كنسبة مئوية يساوي 100%. ده بالنسبة للعلاقة بين البي والكيو. إذا البي والكيو مجموعهم 1 صحيح أو 100%. طيب في بعض الأسئلة بيعطيني مثلا موقف احتمالي معين، يقول لي هل هذا الموقف الاحتمالي أو هذا الموقف الموجود أمامك هل هو ممكن نسميه توزيع ذات حدين ولا لا؟ فتبين نتيجة مسح إحصائي داخل إحدى المدارس أن 68% من الطلاب يمتلكون الحاسب البياني. مصطلح كلمة احتمال النجاح مش معناها النجاح بمعنى النجاح، ولكن احتمال النجاح يعني حدوث الشيء أو الإجابة على السؤال اللي احنا بنسأله بنعم أو الإجابة بموافق أو مثلا زي كده نعم أو موافق، هذا يسمى احتمال النجاح. 68% من الطلاب يمتلكون حاسبة بيانية. إذا تم اختيار 6 طلاب بشكل عشوائي وسؤالهم عما إذا كانوا يمتلكون هذه الآلة، يعني سألنا كل طالب لحاله، وكان المتغير العشوائي اكس، هنا الاكس هيمثل ايش؟ عدد الطلاب الذين يملكون الحاسبة البيانية، يعني عدد الطلاب الذين اجابوا بنعم نملك حاسبة بيانية. طيب هل هذا الموقف هذا او هذا الحالة الموجودة امامنا تمثل توزيع ذات حدين؟ هنشوف. اولا هل الان موجودة؟ نعم، الان بتساوي 6 اللي هم عدد الطلاب. هل البي موجودة؟ نعم، اللي هو الطلاب الذين يمتلكون الحاسبة البيانية. كم نسبتهم؟ 68%. طب هل الكيو موجودة؟ بالتالي إذا كان 68% يمتلكون، فيكون النسبة الباقية هي الكيو اللي هي 32%. إذا حققت الجوانب الأساسية في توزيع ذات الحدين اللي هو الـ N والـ B والـ Q. إذا هذا الموقف الموجود أمامنا يمكن أن نطلق عليه أنه توزيع ذات حدين. طيب الـ X هنا وش ما هو ماذا يمثل X؟ عدد الطلاب الذين يملكون الحاسب المبني. قد تكون إجابة الإكس هنا أو قيم الإكس هنا هتاخد القيم ابتداء من 0 إلى 6، يعني قد يكون عندي الإكس بواحد، الإكس باتنين، الإكس بثلاثة، الإكس بأربعة، من 0 إلى 6. هذا عدد الإكس هيمثل لي عدد الطلاب الذين يمتلكون الحاسبة البيانية. طيب مع موقف ثاني بيقول أظهرت نتيجة لمسح إحصائي في إحدى المدارس ذات الزي الموحد أن 61% يحبون الزي، يبقى أنا عندي 61% من الطلاب يحبون الزي الجديد، وأن 24% لا يحبونه، إذن هو أعطاني نسبة أو قيمة البي وأعطاني قيمة الكيو. إذا تم اختيار 20 طالب بشكل عشوائي، هنا عدد الطلاب،
اللي هو هيمثل ايه بالنسبة لي انا؟ ال N. طيب تعال نحلل بيانات السؤال. ال N عدد الطلاب، ممتاز. ال B الذين يحبون الزي او الموافقون او النعم اللي هو هيبقى 61%. ال Q الذين لا يحبون الزي اللي هو 24%. وهنا تظهر المشكلة، مجموع البي مع الكيو لا يساوي 100% او لا يساوي 1 صحيح، وبالتالي هذا الموقف الاحتمالي لا يمثل توزيع ذات حدين، لان مجموع البي مع الكيو لا يمثل 1 صحيح او 100%. طيب لو حبينا احنا نعدلها ونخليها توزيع ذات حدين، لازم نعدل ال 24 هذه نخليها مع ال 61 تكون 1 صحيح. يعني ممكن لو خلينا الكيو 39%، في هذه الحالة ممكن نطلق عليها ان هي توزيع ذات حدين. ومع سؤال ثاني، أجاب خالد عن اختبار مكون من 20 فقرة من نوع الاختيار من متعدد. يبقى إذا خالد أجاب على 20 فقرة من نوع الاختيار المتعدد، كل فقرة منها لها 4 إجابات، واحدة فقط صحيحة، وكان المتغير العشوائي X يدل على عدد الإجابات الصحيحة. لو جينا نحلل معطيات هذا السؤال هنجد إن الـ N هنا اللي هي عدد أسئلة اختبار موجود. طيب البي اللي هو احتمال النجاح، ما هو المقصود بالبي هنا؟ اللي هو الإجابة الصحيحة. طيب السؤال اختيار متعدد فيه 4 إجابات، طيب منهم واحدة فقط صحيحة. طيب هذه الصحيحة كم نسبتها من الأربعة؟ 25%. يبقى أنا عندي احتمال النجاح هيبقى البي 25%، وبالتالي احتمال الفشل اللي هو الكيو اللي هو الثلاثة الإجابات الخاطئة اللي هو 75%. إذا حققت أنا المطلوب مني في توزيع ذات الحدين، الـ N موجودة، الـ B موجودة، الـ Q موجودة، احتمال الـ N مع الـ B مجموعهم الاثنين مع بعض يساوي 1، إذا هذا الموقف الاحتمالي هو يمثل توزيع ذات حدين. طيب المتغير العشوائي X هيدل على عدد الإجابات الصحيحة، يعني خالد ممكن يجاوب على ولا سؤال يبقى صفر، ممكن يجاوب على سؤال واحد، ممكن يجاوب على سؤالين، ممكن يجاوب على الـ 20 سؤال كلهم. يبقى المتغير العشوائي X ياخد القيم بداية من صفر حتى نهاية عدد الـ N، وبكده يكون هذا الموقف الموجود أمامنا هو موقف توزيع ذات حدين. طيب عندنا صيغة احتمال ذات الحدين، يعني احنا لو عايزين نحسب احتمال باستعمال ذات الحدين، ما هي صيغة احتمال ذات الحدين؟ عندنا قانون الاحتمال باستعمال ذات الحدين، هذا القانون، احتمال الـ X يساوي N توافيق الـ X، N توافيق الـ X في B أس X في Q أس N ناقص X. طيب الـ N قبل شوية تكلمنا إن الـ N هو عدد المحاولات، يبقى أنا هنا عندي إيش من معطيات السؤال؟ عندي N، وهيكون عندي B، ومن الـ B هجيب الـ Q، يبقى الـ N والـ B والـ Q موجودين. طيب الـ X هو اللي بيسألني عنه في السؤال اللي هو المتغير العشوائي، 1 2 3 حسب السؤال. N توافيق الـ X في B أس X في Q أس N ناقص X، ده قانون توزيع ذات الحدين المستخدم في حساب الاحتمال. طيب معانا مثال، اختبار نهائي أكد 35% من الطلاب أنهم أجابوا بشكل اعتيادي، إذا اختير 5 طلاب عشوائي هناخد إيه من المعطيات هذه؟ 5 طلاب عشوائي هذه الـ N، 35% من الطلاب أجابوا بأنهم أجابوا بشكل اعتيادي على أسئلة اختبار، إذا هذه البي. طيب من خلال البي هجيب الكيو اللي هو 1 ناقص 35%، فتطلع الكيو 65%. طيب وكان المتغير العشوائي إكس يدل على عدد الطلاب الذين أجابوا بنعم، يعني الإكس هنا عدد الطلاب اللي أجابوا بنعم قد يكون 0، قد يكون 1، قد يكون 2، قد يكون لغاية 5، لأن أنا عندي عدد طلاب 5. طيب السؤال أوجد احتمال أن يجيب 3 طلاب على السؤال، يبقى أنا عايز احتمال 3 فقط. يبقى أقول قانون توزيع ذات الحدين اللي هو احتمال الـ X N توفيق الـ X الـ B أس X في الـ Q أس N ناقص X، كل المعطيات موجودة عندك في المسألة، الـ X بـ3. ليه بـ3؟ لأنه قال لي ما احتمال أن يجيب 3 طلاب على السؤال. أعوض مكان الـ X بـ3، أعوض مكان الـ N بـ5، عوض مكان البي ب 35%، ومكان الكيو ب 65%. فيطلع هذا الاحتمال، احتمال الثلاثة ان الاكس تساوي 3، يعني 5 توفيق 3، البي اس اكس اللي هي 35% اس 3، الكيو اللي هي 65% اس ان ناقص اكس، الان ب 5، 5 ناقص 3 2. فيطلع الاحتمال الموجود امامك اللي هو 0.181.
يوجد في توزيع ذات الحدين مجموعة من القوانين البسيطة نحسب منها قيمة المتوسط والتباين. احنا عندنا المتوسط ميو، والتباين اللي هو سيجما تربيع، والانحراف اللي هو هيكون اسمه سيجما. هتلاحظ ان ايه مستخدم فيهم من الثلاث قوانين ال N وال B وال Q. احنا قلنا توزيع ذات الحدين لازم يكون فيه N ولازم يكون فيه B ولازم يكون فيه Q. طيب المتوسط حاصل ضرب ال N في ال B، التباين ال N في ال B في ال Q، السيجما لما نيجي نجيبه اللي هو قيمة الانحراف ناخد الجذر حق الناتج اللي احنا حصلنا عليه من السيجما تربيع، يعني فقط ناخد الجذر الناتج اللي حصلنا عليه من السيجما تربيع. معانا مثال، نفس المثال السابق اللي احنا حلينا عليه احتمال الثلاثة، بيقول ان 35% اجابوا بنعم وعندي عدد الطلاب 5، يبقى انا عندي ال N ب5 وعندي ال B ب35%، وبالتالي ال Q ب65%. اوجد المطلوب، اوجد المتوسط والتباين، وعندنا الانحراف موجود المتغير عشوائي X. أولا المتوسط قانونه N في B، المتوسط قانونه إيش؟ N في B. طيب يبقى هنضرب 5 في 35%، يطلع 1.75. التباين اللي هو ال N في ال B في ال Q، بنضرب الثلاثة ببعض N في B في Q، يعني هنضرب الثلاث قيم هذول ببعض، 5 في 35% في 65%، هيطلع 1.1375. طيب المطلوب الثالث الانحراف هذا هو ناخد الجذر حق التباين، يعني ناخد الجذر حق 1.1375 يطلع 1.0665. معانا مثال تاني، في احدى الكليات 48% من الطلاب بياخدوا لغة عالمية في اخر سنة لهم في الجامعة، اذا اختير 7 طلاب هناخد 7 عشوائي. طيب انا كل اللي محتاجه من السؤال هذه المعلومتين اللي هو النسبة وعدد الطلاب. إذا العدد الطلاب 7، والبي اللي هو 48%. طب إذا احتمال الكيو اللي هو مكملة البي أو 1 ناقص بي هيطلع 52%. المطلوب هو أوجد المتوسط والتباين والإيش والانحراف. المتوسط اللي هو إيه؟ قانونه الـ N في B، نضرب الـ N في البي يعني 7 في 0.48 يطلع هذه الإجابة. طيب التباين N في B في Q اللي هو السيجما أس 2 أو السيجما تربيع، N في B في Q 7 في 0.48 في 0.52 يطلع هذه القيمة. طيب الانحراف ناخد الجذر حق التباين، يعني جذر حق 1.747 يطلع 1.32. كده نكون خلصنا الموضوعات أو الأمثلة الموجودة على توزيع ذات الحدين. هنتنقل إلى بعض الأسئلة اللي بتأتي في اختبار التحصيلي، أمثلة بسيطة. في تجربة ذات حدين إذا كان احتمال النجاح 35%، هو معطيك احتمال النجاح هون اللي هو البي 0.35، وكان عدد المحاولات اللي هو ال N بيساوي 4. أوجد الوسط، احنا قلنا الوسط أو المتوسط اللي هو ال N في البي. طيب ال N هنضرب 4 في 0.35، 4 في 0.35 ال 4 في 25 وباليد 2، و 3 في 4 ب 12، 12 و 2 14، والفاصلة بعد عددين يعني 1.4، يعني الإجابة هتكون B. تجربة ذات حدين احتمال النجاح 40% يعني البي 0.4، وكان المتوسط اللي هو الميو، المطلوب هو الN. ما هي العلاقة بين الN والبي؟ كم عدد المحاولات بيسألني؟ احنا عندنا الميو بيساوي الN في البي، يعني الN عدد لو ضربناه في البي اللي هو 0.4 يطلع الناتج كم؟ يعني لو انت عايز تحل السؤال انك تشوف الاجابات، يعني انا عندي هنا ال N هنضربها في البي اللي هو 0.4، المفروض الجواب يطلع يساوي الميو. فلو انت اخذت الاجابات هتلاقي 30 مثلا في 4 تعطيك 12، ال 3 في 4 ب 12، هنا ال 4 في 4 ب 16، لكن هنا ال 5 في 4 تعطيني 20، يعني هذه هي الاجابه الصحيحه على اساس ان 50 في 0.4 يطلع الاجابه كم؟ هذا حل. ممكن شكل ثاني انك اذا كان المطلوب هو الان انك تقسم الميو على البي، يعني انا هقسم ال 20 على 0.4، الفاصلة هنشيلها من المقام ونطلع مكانها صفر فوق، فتطلع 200 على 4 في المقام تحت، 20 بس قسمت 4 فيها الخمسة وعندك صفر، فتكون الإجابة 50، يعني الإجابة هنا هتكون سي. معانا مثال تاني،
احتمال سقوط المطر في كل يوم من الأيام العشر القادمة هو 40%. هاخد معلومتين من هذه الجملة، إن الـ N 10 أيام والـ B 40%، يعني بوينت 4. التباين، التباين اللي هو السيجما أس 2، إيه قانونه؟ N في B في Q. طيب أنا عندي الـ N وعندي الـ B، الـ Q 1 ناقص الـ B، يعني الـ B هنقصها من الواحد يطلع بوينت 6. هنضرب الثلاث قيم هدول ببعض. طبعا لو ضربنا العشرة في بوينت 4 تضيع الفاصلة، فيفضل عندك 4 في بوينت 6، 4 في بوينت 6، ال 4 في 6 بس 24، والفاصلة بعد عدد واحد. إذا السيجما تربيع اللي هو التباين هيساوي 2.4، يعني الإجابة هتكون B. ومع آخر سؤال معانا من توزيعات ذات الحدين من أسئلة التحصيلي، توزيع ذات حدين تباينه يساوي 25. تباينه يساوي 25. ما هو التباين في القوانين اللي احنا خدناها؟ هو السيجما أس 2، يعني السيجما أس 2 تساوي 25. المطلوب هو إيجاد قيمة السيجما اللي هو قيمة الانحراف. السيجما إن احنا ناخد الجذر فقط، يعني الجذر حق 25، فهتكون الإجابة 5. وبكده نكون انتهينا من حصة اليوم. أتمنى إن احنا نكون استوعبنا ما جاء فيها. ما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.